يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات الإخوة والأخوات، يعني الماضي والحاضر يجب أن ينتقل إلى المستقبل. الماضي والحاضر بحسناتهم وبسيئاتهم، بقصورهم وب يعني انتصاراتهم، يجب أن ينتقلوا إلى المستقبل، لأن المستقبل يختلف اختلافا تاما عن الحاضر. أنا سأبدأ أولا بالقول بأنني لا أتنبأ للمستقبل، وإنما ما يجب أن يكون عليه المستقبل بالنسبة لي حق التربية والتعليم على ضوء ما قيل في الماضي وما يقال الآن عن الحاضر. أولاً أنا أريد أن أبدأ بالقول بأنه لو أنت نظرت إلى الوضع العالمي الآن ستجد أن هناك من القضايا والمشاكل والتعقيدات ما لا حصر لها ولا عد. خريج المستقبل سيواجه هذا الواقع، وإذا لم نعده لكي يستطيع أن يواجه هذا الواقع ويفهم هذا الواقع ولديه قدرة أن يقف موقف من هذا الواقع، فنحن قد فشلنا بالنسبة لهذا الشخص، لأنه سيعيش خارج واقع هذا العالم. لن أدخل في تفاصيل هذا العالم، أنتم تعلمون أنه الآن واقع تطور هائل في التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات على خاص، خليط من الحقائق والأكاذيب الكثيرة جدا، إعلام يكذب من جهة ويموه من جهة ويلبس قناع من جهة ثانية، إيديولوجيات اقتصادية واضحة المعالم النيوليبرالية اللي تحدثنا عنها كثيرا في الماضي، طغيان الغير معقول لإعلانات وهي في ثلاثة أرباعها كاذبة وغير حقيقية، فردية أنانية منفلتة، صعود مذهل للشعبوية السياسية وغياب تام للإيديولوجيات العقلانية المعقولة الشاملة المتماسكة مع بعضها بعض، طغيان شديد لثقافة تسطيحية استهلاكية حسية مرتبطة أشد الارتباط بالثقافة الأمريكية وبما تريده هذه تلك الثقافة، وبالتالي هناك موت للسياسة في العالم. إذن نحن نقول بأن هذا الشخص في المستقبل سيواجه ذلك. الآن على مستوى الوطن العربي لا أحتاج أن أتكلم لكم، يعني يكفي أن نذكر انقسامات الطائفية والعرقية والقبلية، صعود مذهل لعنف جهادي تكفيري خارج ثوابت الإسلام، تراجع في الثوابت القومية والالتزامات العروبية، فشل ذريع في التنمية، تراجع في مكانة اللغة القومية العربية، تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية، وتجذر لفقه متزمت متخلف يشك في العقلانية ويحتاج هو نفسه إلى تجديد. إذن أيضاً الذي نريد أن نخرجه في المستقبل يجب أن يتعامل إذن ليس فقط مع واقع عالمي معقد متشابك فيه تحديات كبيرة جداً، وإنما أيضاً مع واقع عربي فيه تخلف وفيه أيضاً تعقيداته المتخلفة، والذي يحتاج إلى أبعد الحدود لأن يتغير، ومن سيغيره إذا لم يكن هؤلاء الخريجون. إذن التعليم الذي لا يتوجه لفهم ذلك الواقع العالمي والعربي وتحليله ونقده وتجاوزه هو تعليم فاشل. أنا دائما أبين أنه كيف أنه بعض الكتاب في أوروبا وغيرها ينتقدون انتقادا مرا أنظمتهم التعليمية لأنها تعيد إنتاج نفس الثقافة، تعيد إنتاج نفس العقلية، تعيد إنتاج نفس التوجهات عند الخريجين، ويقولون بأن هذه هي مشكلة المشاكل في مجتمعاتهم. طيب نحن أمام ذلك الواقع الذي تواجهه أوروبا كل العالم والآخره، وأمام واقعنا نحن، لا بد إذن من فلسفة تربوية أساسها التوجه نحو تغيير الواقع
وليس التعايش معه، وليس فقط فهمه، وإنما أيضا تغييره. الآن أنا أريد أن أعيد ما كررته مرار كثيرا، ما هو المدخل لمثل هذه التربية التي نريدها؟ أنا في اعتقادي أولا قبل ظهور المدخل الأساسي، الأبنية، العلاقات، المناهج إلى آخره، مدخلها الأساسي يجب أن يكون المعلم، هذا هو المدخل الأساسي. مناهج جيدة، معلم سيء يقلبها إلى سيئة، بيئة لطيفة ومباني وإلى آخره لن تكون أكثر من أنه مكان للناس يجون ويزورونه كل يوم الصبح ويتركون الظهر بدون معلم. إذن نحن إذا نريد في المستقبل أن تكون لدينا أنظمة تربوية جيدة، فالمدخل الأساسي هو المعلم. الآن أنا مرات كثيرة قلت بأن المعلم يجب أن يكون ممتهن، وتنتهي قضية من يعلمون ممن ليسوا ممتهنين. هذه مهنة يجب أن تكون مساوية تماماً في قيمة المجتمعية لمهنة مثل مهنة الطب أو مهنة المحاماة أو المهن أو مهنة الهندسة وغيرها، بنفس المستوى وليس أقل من ذلك. هذا يحتاج إلى إعداد جامعي مهني وثقافي. إذن الجانب الثقافي هو في الواقع إضافة إلى ما نعطي. نحن عادة نعطي الطبيب أكثر شيء هو إعداد مهني، والمهندس أكثر شيء إعداد أيضا مهني، إنما المعلم إضافة إلى الإعداد المهني في كيف يعلم وكيف كذا إلى آخره، يجب أن يكون لديه إعداد ثقافي، لأنه سيتعامل مع تكوين الإنسان وتركيبه وكل مكونات حياته. قد تستغربون أنه في سنة 1985 إحدى اجتماعات رؤساء مجلس التعاون طالبوا بتمهين مهنة التعليم. نحن عندما كتبنا تقرير في سنة 2002 عن ضرورة التوجهات يجب أن تكون متواجدة في التعليم في دول الخليج، اكتشفنا أن ذلك كان منذ عام 1985، وهذا يعطينا فكرة أنه كثير من القرارات جيدة وتبدو جيدة، ولكن لا أحد يأخذها وينفذها ويطبقها ويجعلها جزء من الواقع. أنا في اعتقادي أن أقل من 6 سنوات لإعداد المعلم غير مقبول إطلاقاً في المستقبل. 4 سنوات إلى 5 تعليم أكاديمي في الجامعة، وسنة إلى 2 تدريب مثل ما ندرب بالضبط الطبيب في المستشفى أو في المركز الصحي قبل أن يأخذ المسؤولية الكاملة. إذن أنا أريد أن أؤكد مرة تلو المرة أنه يجب أن يكون معلم مثقف ملتزم بالتجدد الحضاري، ملتزم بالقيم الأساسية لمجتمعه. عندما نتكلم عن التمهين يجب أن نتكلم عن بروتوكول يضبط المهنة والمعلم الممتهن. يجب أن نتكلم عن تنظيم مدني لأصحاب المهنة. ما نجي ونقول المعلمين لا يحق لهم أن تكون لهم مثلاً نقابة، هذا غير مقبول، لأنك أنت عندما تصبح صاحب مهنة فمن حقك أن تضبط المهنة وتدافع عن أيضاً عن المهنة وأصحابها. وبعدين إذا كانت هذه مهنة فإذا يجب أن يكون فيها تعليم مستمر ودورات تدريب إجبارية ومشاركة في البحوث التربوية. هكذا معلم فقط قادر على أن ينمي في طلبته إمكانياتهم الإنسانية. أنت تريد هالإمكانيات اللي موجودة الكامنة في الطالب أن تفجر، أن تخرج إلى الوجود لتكون في الواقع وليس في داخل الطالب نفسه. هكذا معلم سيكون قادراً على تطبيق كل أهداف جديدة وكل وسائل جديدة نتكلم عنها. وأخيراً أريد أن أؤكد أننا إذا كنا نتكلم عن معلم ممتهن فعليه أن يكون بالنسبة لوضعه الاقتصادي
في الدرجات العليا مثله مثل غيره من المهن الأخرى. وأنا دائما أذكر أنه مثلا لو تأخذون أنتم بلد مثل اليابان، المعلمين هم في 10% العليا من رواتب الحكومة. ولذلك برنامج التعليمي يتطور هذا التطور اللي نراه. طيب، المعلم لا يمكن أن يقوم بواجباته المطلوبة، بالرغم حتى لو علمناه وحتى لو أهيئناه ولا حتى لو صار ممتهنا، إلا في جو مدرسي له محدداته وله صفاته. مدرسة لا تقوم على إدارة تشاركية ديمقراطية تقمع المعلم ولا تسمح له بأن كل اللي تعلمه لا يستطيع أن يطبقه. كل الحرية المطلوبة من أجل أن يغير نفسية الطلاب لن تكون موجودة، سيقال له أنت يجب أن تدخل الصف وتلقن، وإذا لم يستجب فالمدير على رأسه يخرجه من المدرسة، وأنت تعرفون القصص الكثيرة. وهذه الإدارة التشاركية الديمقراطية يجب أن يكون هناك دور أساسي فاعل للمعلم وللطلبة ولأولياء الأمور أيضا. أولياء الأمور يجب أن يكون هناك اتصال دائم بهم حتى نعرف إذا كانوا هم راضين عن النتاج الذي يرونه أمامهم. هذا الجو المدرسي يجب أن يكون فيه إذن مدير أولاً ديمقراطي، وثانياً خبير في التربية، بمعنى آخر أنه كان معلماً ومر في هذه في تلك التجربة، وثانياً لديه التأهيل الإداري اللي ذكر منذ لحظات أنه موجود. وأنا أريد أن أؤكد أن وزارة التربية والتعليم منذ سنين طويلة هيئت جميع مديري المدارس في حينه. ثم قوة معقولة أو حقيقة معقولة من الاستقلالية الإدارية والأكاديمية. أنت ما تستطيع أن تخلق هذا الجو وتجعل المعلم قادر على أن يقوم بواجبه إلا إذا المدرسة عندها قدر معقول من الاستقلالية الإدارية. من كل شوي يجيه واحد مفتش، ولا يجيه واحد وكيل، ولا كذا، أو مدير وإلى آخره، ويتدخل في شؤونه ويوجهه ويطرد ويتلاعب. وفي نفس الوقت الأكاديمية، بمعنى أنه مو بأنت تقول أنه أنا وضعت المنهج بكل كلمة، ويا ويلك لو غيرت كلمة في هذا المنهج، أو أن حاولت أن توسعه، أو حاولت أن تدخل في آفاق ليست موجودة في تلك الكتيبات. المعلم عندما ينظر إلى هذه الكتيبات يجب أن تكون توجيهات عامة، إنما هو يدخل في التفاصيل، يخلق التفاصيل. معلم قد يعطي مثل في هذا الموضوع، وآخر يعطي مثل في موضوع آخر، لكنهم هم الاثنان يصبان في نفس التوجه بالنسبة للمنهج. بعدين الجو الديمقراطي المدرسي يجب أن يكون جزء منه جو ديمقراطي صفي. ما يكفي المدرسة تكون والعلاقات وفي إدارة تشاركية، مطلوب أن الصف فيه أيضا جو ديمقراطي، بمعنى أن الطالب يستطيع أن يسأل، يستطيع أن يعترض، يستطيع أن يناقش، يستطيع أن يقول ما فهمت، يستطيع أن يقول ما أقبل. هذا الجو الديمقراطي هو الذي تهيئ. أنت تريد إنسان سيتعامل مع أوضاع عالمية وأوضاع عربية مختلفة، إذا كان مقموعاً في الصف فإنه سيتخرج مقموعاً في الحياة نفسها وفي مجتمعه. هذا ما يتعلق بالمعلم وما يتعلق بالبيئة المدرسية التي تفضلت عنها. أنا أريد بس عن البحرين، يجب أن تبقي التنظيم الصفي الذي بني عبر السنين، هو نظام معلم الفصل الذي هو نفسه مبني على أساس أنه جو ديمقراطي وأخذ وعطاء، والطلبة يتناقشون مع بعضهم، والمعلم هو في الواقع ينسق العملية. هو ليس مطلوب منه أن ينقل المعلومات من عنده إلى الطلبة. أولاً في عصرنا الآن المعلومات متوفرة بشكل هائل في كل مكان، وبالذات في الكمبيوتر. المطلوب منه أن يعلم الطلبة
كيف يقلبون المعلومات إلى معرفة؟ وهذه قضية كبيرة جدا وأساسية. وبالتالي لماذا أنا أقول أن التدريب المعلم وتدريسه يجب أن يكون عبر سنين طويلة؟ لأنه كيف سيعلم طلبته كيف يقلبون المعلومات إلى معرفة؟ وبالتالي قضية معقدة كثير. ثانيا، أنا في اعتقادي أن نظام الساعات المعتمدة يجب أن يبقى في أيضا المدارس، لأن أنا في اعتقادي أن الناس يختلفون في قدراتهم، ونظام الساعات المعتمدة يأخذ بعين الاعتبار مختلف القدرات عند الطلبة. وأخيرا أريد أن أقول بأن هناك مكان كبير للتعليم عن بعد. اليوم حتى في مدارسنا تحت في الابتدائية والثانوية يجب أن نكون لدى الطلبة قدرة على أن يتصلوا بمعلمين عن طريق الإنترنت وعن طريق الكمبيوتر وإلى آخره، إذا عنده سؤال ولا آخره. هذا الشيء بهذه المناسبة موجود في فنلندا مثلا، الطلبة يستطيعون عن طريق يعني الاتصال بمعلم حتى ولو كان ليس في المدرسة. وطبعا التعليم عن بعد ليس بس هذا فقط، وإنما كل ما هو موجود في عالم الإنترنت. الآن انتهينا من ثلاثة، نأتي الآن إلى الطالب. الطالب، نعم المعلم هو المدخل للتربية والتعليم، ولكن الطالب هو روح التربية والتعليم، هو هدف التربية والتعليم، هو الذي من خلاله نقرر أي نوع من التربية والتعليم صالح أو غير صالح. الآن خليني أعطيكم وصف وصفه أحدهم عن الإنسان العربي حاليا، يعني خريج المدرسة حاليا. مقموع في البيت، إذن هو سلبي في المدرسة. ذكي من خلال أنه يصم كثير مثل ما نقول إحنا في البحرين، يعني يحفظ فقط وتعليم تلقيني، وبالتالي هو فقط يعني يتلقن يحفظ الدراسة وليس أكثر من ذلك. هو مقدرة تحليلية وإبداعية ليست لديه. هو لا يبذل الجهد، يريد أنه يجلس وأقل الجهود ويحصل على نتائج طيبة. هو لا يلتزم بالمواعيد، هو فردي أناني لا يعمل مع الجماعة، يستطيع أن يشتغل ويبز كفرد، ولكنه عندما يأتي مع الجماعة يتلعثم ولا يستطيع أن يشتغل، وهذا تشوفونه يوميا في حياته. أنا بس أردت أن أقول هذه الصفات وصفها الشخص عن الذين يتخرجون من المدارس ويأتون ليعملون معه. الآن ما هو النموذج الإنساني المطلوب اللي نريده؟ أولا يجب أن يكون واضحا أن يجب أن نبني إحساس داخلي عند الطالب بأهمية حريته وكرامته، أنه هو حر في أن يقف ويتكلم، حر في أن يسأل، حر في أن يختلف، وفي نفس الوقت مسؤول عن تلك الحرية. ما يجي ويقول والله أنا بس قلت هذا الشيء لفلاني وطز، لا، مسؤول عن ما قاله ويجب عليه أن يجيب. يتمتع بصفات الكفاية، الجد، يتبع النظام، يتمتع بالدقة والإتقان واحترام الذات، يلتزم بالمواعيد، صادق، عقلاني، متحرر من الولاءات الفرعية، غير خرافي، قابل للتغيير، يستفيد من الفرص، مبتكر، ولديه الاستعداد للتعاون مع الآخرين، يؤمن بالتعلم المستمر. كل تلك الصفات قد لا تبدو أن هي معلومات أو تاريخ وجغرافية وشوية رياضيات وإلى آخره، ولكنها هي المدخل الرئيسي للإنسان الذي سيواجه واقع هذا العالم أمامه وواقع أمته العربية. هذه هي الصفات الأساسية التي الآن طبعاً المناهج تحتاج إلى أن تدخل مواد تؤدي إلى ذلك. النقاش في الصف يجب أن يكون بحيث يؤدي إلى ذلك. المعلم يجب أن يركز على تلك القيم، لأن إشكالية الإنسان العربي، أنا ما راح أتكلم عن الإنسان في كل العالم،
هي إشكالية أن هذه القيم وهذه الصفات المدرسة لا تضع جهد كافي ونشاطات كافية من أجل أن تبنيها. الجانب الآخر في قضية الطالب، الجانب الاقتصادي ليس أهم شيء. الكلام الدائم المستمر أنه أنتم تخرجوا الناس ما يعرفون كيف يندمجون في الحياة الاقتصادية، هذا مهم ولكنه ليس أهم شيء. نعم يجب أن يكونوا هذول قادرين على أن يعملوا وأن يندمجوا إلى آخره، ولكن ليس هذا أهم شيء. الأهم هو الجانب الاجتماعي الإنساني القيمي، من ناحية السياسية، من ناحية الاجتماعية، مواطن مسؤول وملتزم ويحارب من أجل كرامته وهو لديه طموح لأجل الحراك الاجتماعي. المدرسة يجب أن تهيئ الطالب من أجل أن يتحرك اجتماعيا. اليوم عائلته بسيطة، بكرة هو يتحرك ليدخل الطبقة الوسطى، بعد بكرة يتحرك ليدخل طبقة أكثر من وسطى. أعتقد هذا يكفي بالنسبة للطالب. المناهج، نأتي إلى هذا الموضوع. أنا يعني مثل ما قلت، المناهج هي أولاً يجب أن تتغير طول الوقت، ما في شك أبداً. والمناهج ليست هي أهم شيء. أعود وأكرر المرة الألف، أنت تستطيع أن تعطي معلم ممتهن جيد ممتاز منهج سيء ويقلبه إلى منهج جيد، قادر على أن يفعل ذلك، ولكنه ليس قادر، إذا لم يكن قادراً على ذلك حتى المنهج الجيد سيخربهم، مثل ما الصهاينة يقلبون منهجاً في الرياضيات إلى منهج سيء غير إنساني حقير يتمشى مع الفلسفة الصهيونية الآن. لكن هناك نقاط أساسية في المناهج. التعليم الديني يجب أن يتغير بحيث أنه تعليم مستنير، يحق للإنسان أن يتساءل، يحق للإنسان أن يفهم القيم، يحق للإنسان عن الأسباب من وراء هذه الآية أو وراء ذاك الحديث أو وراء ذلك الموقف، بمعنى آخر أن يفهمه كشيء ليس مقدس، القداسة هو يصل إليها بعد ذلك، إنما كشيء يفهم ويتعلم من أجل أن يساعده في الحياة. هناك نقاط كثيرة جدا لا ندخل فيها. بعدين تدريس العلوم بصورة شمولية، أنا من الأشخاص الذين يعتقدون أن التقسيم إلى علمي وأدبي هذا خاطئ في التعليم العام. أنا أعتقد أنهم يجب أن يدرسوا الآداب والعلوم أيضا في نفس الوقت. التاريخ، يجب تعليم التاريخ ليس كحقائق، وهي أغلبها أو قسم كبير منها حقائق كاذبة أو متغيرة أو إلى آخره أو مستعملة أو انتهازية، وإنما يتعلم كيف يقرأ التاريخ قراءة المؤرخ المستنير، يعرف الكذب في التاريخ ويعرف الصدق في التاريخ، يعرف المبالغات في التاريخ ويعرف الالتواءات في التاريخ. نحن لا نعلم بهذا الشكل. أنا ما أتكلم عن البحرين، أتكلم أنا في اعتقادي عن الأرض العربية كلها، بل أتكلم حتى عن العالم. روح أنت تدرس التاريخ البريطاني للطالب وراح تشوف أنه الكثير من الادعاءات التاريخية البريطانية موجودة هنا، من أمثال أنه والله رحنا الهند وإحنا مدناهم، أو رحنا الهند وإحنا كانت مساعدة، وإلى آخر من الكلام اللي الواحد يسمعه. الآن نأتي إلى اللغة العربية. أنا باقي انتهى الوقت، إذا تعطيني بس، لأن أنا صفحة 8 و9 بس عندي. اللغة العربية هذه قضية كبرى في حياتنا. أنتم تعلمون أنه مع الخصخصة الآن اللغة العربية تعاني الأمرين. لأن التركيز على الاقتصاد والجانب الاقتصادي في الطالب، يقال بأنه يا أخي هذا حتى يشتغل لابد له أن يكون بلبل في اللغة الإنجليزية. هذه قضية لا ندخل فيها أكثر منها، لكن أعتقد أنها قضية مفصلية الآن. ولذلك أنا ضد تعليم لغات غير اللغة العربية في 3 سنوات
الأولى وأفضل حتى في المرحلة الابتدائية، وأعتقد بعد ذلك من الممكن الطالب أن يتعلم أي لغة تريد، إنما في البداية يجب أن يعرف لغته ويتأسس في لغته. الآن أريد أنا أن أذكر قضية الكمبيوتر. الكمبيوتر أصبح شيء أساسي، ما فيه مشكلة، لكن السؤال كيف والكمية ومدى الارتباط به، هذه قضية تحتاج يمكن إلى ساعات للمناقشة، ولكن أريد أن أؤكد أن المدارس في المستقبل يجب أن لا تنقلب إلى مدارس بس فقط كمبيوتر. الكمبيوتر فيه من النواقص كثير. أنا مرة ذكرت أن هناك دراسات تؤكد أن الاستعمال الشديد والمتواصل للكمبيوتر يؤثر على التركيز وعلى حتى الاستيعاب، لكن أهم من ذلك أن التعليم ليس أنك تتفاعل مع كمبيوتر، وإنما تتفاعل مع إنسان أمامك، مع تلميذ جنبك ومع أستاذ يقف أمامك. وبترك هذا الشيء. بعدين قضية الكمبيوتر، إذا ما نعلم النواقص الرهيبة في التواصل الاجتماعي، الكذب والتلفيقات والأخطاء والزحام وإدخال كل عناصر السيئة في هذا العالم في التواصل الاجتماعي، إذا ما يفهم الطالب هذا الشيء ويعرف أنه ما الذي يصدق وما الذي يكذب، أيضاً نحن ما نكون علمنا الكمبيوتر، ليس القضية فقط التعليم. أخيراً أنا أعتقد أن العلوم الإنسانية يجب أن تدرس من الابتدائية إلى آخر الجامعة. مقرر في العلوم الإنسانية اللي هي مثل ما تعرفون أنتم يعني العلوم الاجتماعية والفلسفة والاقتصاد ويعني آخر من هذه حتى بس ما ندخل في التفاصيل، لأن العلوم الإنسانية هي أهم المداخل من أجل أن يفهم الإنسان قضايا العصر، لأن تعلمهم كيف يتعامل مع الحياة، تقلل من الجوانب السلبية في كل العلوم الأخرى. أنا طبيب وأستطيع أن أقول لكم أنه بعض الجوانب الموجودة في الطب فيها جوانب سلبية، ليست كلها جوانب إيجابية، وهذا ينطبق على كل المهن الأخرى. فإذا هذه قضية هي قضية مهمة بالغة الأهمية، وبالذات في التعليم الجامعي. أنا أعتقد كل تلميذ في الجامعة يجب كل سنة يأخذ العلوم الإنسانية، وهو مقرر يجب أن يكون عام من أجل كذي. وأنا بالمناسبة أقول إنه إحنا عندنا الآن بالجامعة العربية المفتوحة بدأنا نفكر في إنه هذا، وأنا ذكرت مرة يمكن عنده أمام بعضكم خطاب لرئيس جامعة هارفارد يلح ويصر على إنه جامعة هارفارد يجب أن يكون فيها مقرر مشترك في العلوم الإنسانية لكل طالب أيا يكون تخصصه. أخيرا أنا بس أريد أن أقول عن الامتحانات كلمتين، وهو أنه يظهر ضروري ترابط التقويم ليعكس التعلم والتعليم وليس بس فقط التعليم. إن عكس التعليم فقط فهو سيستفرغ ما أخبره وما أعطيه في المناهج، أما إذا أدخلنا فيه التعلم فالتلميذ سيقرأ إضافة إلى ما يتعلمه من أجل أن يستطيع أن يقرأ. وأنا يوم من الأيام كنت دائما أقول أنه يجب أن نصل في المستقبل إلى أن الطالب يستطيع أن يأتي بأي كتاب في الامتحان، لأن الامتحان لن يكون أنه الصفحة الفلانية أو الصفحة العلانية. وأخيرا أريد أن أؤكد أنه في العلوم الإنسانية الفلسفة يجب أن تأخذ مكان أساسي فيه، لأن الفلسفة هي التي ستعطي الطالب الأداة الأساسية كيف يحلل وكيف يحكم على الأشياء وكيف يضع الخطأ في جهة والصواب في جهة وكيف يراجع نفسه وكيف يعيد تفكير إلى آخر من الأمور اللي أنا لن أدخل فيكم. وبالتالي هناك الآن كلام أنه من الضروري التعليم ينتج الإنسان الفيلسوف، مو بالإنسان الفيلسوف بأنه يخلق فلسفة
وإنما الإنسان الفيلسوف الذي يتفلسف في نظرته لكل الأمور، يطرح الشك، يتساءل، يقول لا يصدق بسهولة، لا يفعل بسهولة قبل أن يفكر، إلى آخر من أمور التي تأتي بها الفلسفة. دعني فقط أنهي بقول الآية القرآنية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أمة لديها مثل هذه الآية سيكون من السخف أن تبقي على نظام تعليمي أساسي، سواء كان بالنسبة للماضي أو بالنسبة للحاضر، عليها أن تغير نحو المستقبل، بحيث أنها تؤدي بالنهاية إلى ثورات أربع: ثورة دينية، قضية طويلة عريضة، ثورة فكرية عقلية، وثورة سياسية، وثورة تنموية. شكرا جزيلا، ومعذرة لإطالتي بضع دقائق.